تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو من انتزاع أكثر من 1100 لغم، وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن أكثر من 276 ألف لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفائها بأشكال وألوان وطرق مختلفة. راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.